منتصف الملعب قدام باتجاه يوسف التنيان مع عبد الحكيم، ويوسف يحاول يرفع وفعلا يرفع داخل. تنقطع وتروح يوسف يلعب ناحية طارق العوان الى عبد الله الحربي. الحربي لعبها ناحية اليمين، وصل هجمة فريق السعودي، شوت نفس الوقت. يوسف الثنيان يستلم كورة يدري للدخيف، يفضل هو يلعبها للدخيف في اليمين. وحسين عبد الغني يبقى الكرة للأمام، ولكن يشيلها تردد عبد الرحمن، صوب عبد الرحمن، تعتال العارضة وتطلع يجري على يوسف الثنيان. حصلها يوسف، ايش انا اسف ما كنت قاصد. شوف اعاده لها يوسف الثنيان عدى بنقول احنا بنقول الارقام بالاول، وها سلام، وهذا الثنيان بيسدد. بنقول احنا بنقول الارقام بالاول، وها سلام، وهذا الثنيان بيسدد. الكره ناحيه الشمال تنقطع منه، الثنيان بيعدي ناحيه اليمين. نقاوي ثنيان حاول يعدي، وعدى من واحد ومحشي يوسف ثنيان. مجهود طيب من يوسف اللعب، وتوصل مرة ثانية ناحية اليمين يوسف ثنيان يلعبها خطرة. الثاني عدي من واحد عبى يوسف ثنيان، ثنيان ويمررها ليوسف. منتصف الملعب باسم ليوسف، يوسف الثنيان، وبرضه يمشي يوسف مع عبد الحكيم ويحاول يفوت، وفعلا يفوت وداخل 18 وبرضه ماشي. ويوسف ويصلح يسجل هدف التعادل. من هنا لاعب مباراة جيدة، مباراة رائعة. الآن بدأ فريق الهلال يستغل يوسف الثنيان، كانت كرة جاء سالم سرور، يوسف الثنيان، يوسف أرضية لسامي الجابر. سامي لاعب من السلومي، راشد دكان، يوسف الثنيان من الهلال يعدي من راشد، برضه ماشي ماشي ماوي. الثنيان بيحاول يعدي ويعدي الكرة وتطلع جنبها السلامي. شو الكرة؟ شو الثنيان اللي صور؟ لولا وراء يوسف الثنيان، يوسف الثنيان ماشي وبرضه ماشي وبيعدي يوسف. يا سلام يا يوسف. ترجع لي صبيح لفهد يوسف الثنيان. مبارك إلى يوسف الثنيان على الجناح الشمال. يوسف بيعدي بيلعب كرة عرضية باتجاه حسن الطاب. يوسف بيجري وثلاثة بيجري جنبه هنا. عبد الرحمن الظهير، عبد الرحمن بيلعب كرة موة بالعافا، يحصلها يوسف الثنيان، طولها يوسف الثنيان ناحية سعود الحماد، يجري سعود عالية يبعد أحمد دفاوي، يوسف الثنيان يشيلها، دفاوي يرميها وهزال تروح ليوسف يلعبها باك ورد وسيك وسعد الدوخي ليوسف الثنيان اللي متراجع وغير مكان من الشمال اليمين. يوسف الثنيان الله مشان العويران يشيل الكرة من قدام سلام هاشم اللي كان يصلح نفسه عشان يصوب ناحية المرمى، وترتد هجمة لصالح فريق الهلال السعودي. يوسف الثنيان في الجهة اليسرى يعدي برضه كرة معاه وماشي، لاعب ماهر يعدي. مرة أخرى أخيرا توصل صالح خليفة ليوسف الثنيان. يوسف الثنيان في منتصف الدائرة يحاول يفوت برضه، هذال بيلعبها ليوسف الثنيان المتمركز وماشي يوسف، وبيلعبها في مكان سليم لعبد الرحمن يوسف، وبيقفز بالرأس يطلع من الثنيان. يا سلام يا ثنيان.